اختتم مهرجان أكادير للسينما والهجرة بفوز الفيلم البلجيكي الطويل بلاك الأسود. الدورة 13 من هذا المهرجان الدولي حضرتها زينب العدوي ولجهة سوس ماسة وعبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج والمنتخبون المحليون وعدد كبير من الفنانين وحرفي الفن السابع. ويحكي شريط بلاك الذي أنجزه كل من بلال فلاح وعادل العربي عن فتاة تبلغ من العمر 15 سنة وهي عضوة في عصابة بلاك بروتكس والتي وقعت في غرام مروان عضو في عصابة أخرى. وسيتضطر كل واحد من العشيقين إلى الاختيار ما بين الولاء للعصابة أو الحب الذي يجمع بينهما. وقررت لجنة التحكيم التي يترأسها الإيفواري كامو لانسيني فاديكا منح جائزة الأرجانة الذهبية الخاصة بأحسن إخراج للمخرجة الفرنسية فابياني دوبشان عن شريطها إيزولا، بينما ساعدت أو عادت الجائزة الخاصة بأفضل سيناريو للمخرج وكاتب السيناريو الفرنسي فيليب فوكون عن فيلمه فاطمة. الدورة 13 للمهرجان الدولي للسينما والهجرة هي دورة كانت حافلة بالعديد من المواضيع والمحاور والفقرات، سواء على مستوى عروض الأفلام السينمائية، أفلام الطويلة أو الأفلام القصيرة أو أفلام القافلة السينمائية أو أفلام القرب، بالإضافة إلى برامج وفقرات أخرى يتعلق الأمر بندوات حول موضوع الهجرة وبورشات تكوينية لفائدة الطلبة ومهني القطاع السينمائي. هذا بالإضافة كذلك إلى لقاءات مفتوحة مع الفنانين والجمهور الأكاديري وجمهور الجهة وحكايات أخرى تقدم داخل المدارس تسمى ميغروموم، وهي كيفية تقريب مسألة الهجرة للأطفال. هذه كلها فقرات إلى جانب أخرى شهدتها الدورة 13 للمهرجان الدولي للسينما والهجرة. وحازت على الجائزة الخاصة بأحسن دور نسائي الممثلة مارتا كانغا أنطونيو عن دورها المتميز في فيلم بلاك، بينما عاد أفضل دور رجالي بالتساوي لكل من أفيشاي بنارزارا وعزيز داداس عن دورهما في الشريط الطويل أوركسترا منتصف الليل من إخراج جيروم كوين أوليفار. أما بخصوص الجوائز المتعلقة بمسابقة الأفلام القصيرة لهذه الدورة فقد قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الكبرى لهذه المسابقة للمخرج بارتي فريديمان عن فيلمه البذرة لغرين، وتم منح جائزة لجنة التحكيم للمخرجة البريطانية صوفي أوستان عن شريطها القصير جاست جان ذهب للتو، بينما حصل شريط كيف نحب المغرب وهو للمخرجة ندى الشرقاوي على تنويه خاص من لجنة التحكيم. Donc comme je disais, c'est un prix qui nous ravit parce qu'on a des liens très forts. Enfin, Philippe a des liens, moi aussi, très forts avec le Maroc puisqu'il y est né. Et donc, c'est toujours avec plaisir qu'on revient retrouver nos amis marocains. وقد اكتست هذه الدورة الثالثة لمهرجان أكادير للسينما والهجرة طابعا أفريقيا من خلال استضافة الكوت ديفوار كضيف شرف للدورة. ولن أكادير كما تعلمون هي بلد هجرة، كانت فيها هجرات متعددة منذ العشرينات والثلاثينات إلى مدن داخلية بالمغرب، دار البيضاء والرباط وغيرها، ثم انطلاقا من الأربعينات والخمسينات كان المهاجرون ينطلقون في الدرجة الأولى من أكادير نحو فرنسا وبلجيكا وهولندا، وأنتم تعلمون ذلك، للاشتغال سواء على مستوى البنية التحتية أو في سيارات مصانع السيارات والمعادن والمناجم. هذه الهجرة، إذن المنطقة هي منطقة هجرة بامتياز. هذا من جهة. من جهة أخرى، المغاربة الخارج الذين نتعامل معهم الآن هم في الغالب من الجيلين الثاني والثالث، وهادو يعني اندمجوا في المجتمعات ديال الإقامة واستطعوا أنهم من خلال الفن السينمائي أنهم يعبروا على وجهة نظر ديالهم انطلاقا من هذا الخليط ديال البلد ديال الإقامة وبلد ديالهم الأصلي. إذن هناك تجربة كانت تجربة متميزة لعدد الكبير من الأفلام التي تم عرضها، وهي أفلام من ورائها أبناء الجالية المغربية بالمهجر. C'est vrai, Molenbeek, on a entendu beaucoup de choses qui sont négatives par rapport à ça. Moi, j'ai vécu un certain temps à Molenbeek et voilà. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas d'où on vit qui compte, mais je pense que d'où l'on vient, ça compte aussi. Et voilà, moi, je viens d'Agadir et je suis très fier que ce prix-là et je suis venu le chercher. Je suis très content.